الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرايد، ونبتدي بالمنشطات والبداية مع الأهرام. عبد الحفيظ يعود للأهلي رسميا، يوسف يحتوي غضب أزارو، والخطيب في ألمانيا اليوم. الأخبار، الأهلي يكلف عبد الحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم، ويوسف ينفي رحيل أزارو. أخبار الرياضة، جراحة الخطيب تؤجل التصحيح، عبد الحفيظ يحكم الكرة بأمر بيبو. المساء، عبد الحفيظ بدلا من زيزو في الأهلي، الخطيب كلف مدير قطاع الكرة الجديد بتصور شامل للمرحلة القادمة. أخبار الرياضة، السقوط الأفريقي كارثة لها فوائد، صفقات الشتاء من العيار الثقيل وكثير من التعديل. أخبار الرياضة، هل يكون الوصف دون المحبة؟ الأخبار المسائي، الأهلي يعزل لاعبي كارتيرون، يخطط لإسقاط الوصل ويجهز المصابين. أخبار الرياضة، علي معلول يحسمها، مستمر مع الفريق.